هذا وشكلت فلسفة العمل الجماعي المشترك من أجل المصلحة الوطنية العليا دافعا للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين. ويعمل فريق البحرين بروح الفريق الواحد بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويواصل تحقيق رؤى وتطلعات عاهل البلاد المعظم في مختلف المجالات. الإنجازات لا تأتي إلا بالتكاتف والتعاضد في مواجهة التحديات، والتطلع نحو الأهداف المستقبلية هو ديدن هذا التكاتف، والعمل بروح الفريق الواحد يضمن الوصول إلى الأهداف التي تسعى لها مملكة البحرين تحت راية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وفي كل حدث ومحفل نرى الفخر بهذا الفريق. وقد نجح فريق البحرين بإرادة وعزيمة فريق البحرين وكافة أبناء الوطن ضمن فريق البحرين بفضل إسهامات فريق البحرين بين مختلف أعضاء فريق البحرين. فريق البحرين ليس شعارا فقط، إنما روح للعمل المشترك وتأكيد على التكامل والترابط بين كامل أعضاء الفريق في حب التحدي وعشق الإنجاز. هذا الفريق بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يسير مسترشدا برؤى العاهل المعظم أيده الله لتتحقق على أرض الواقع، وتجلت إنجازات الفريق في كل شبر من أرض المملكة، بل أن الإشادة بفريق البحرين وكفاءات أبناء الوطن تجاوزت الداخل إلى الخارج. يواصل ابن البحرين البار الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهدنا ورئيس مجلس الوزراء بذات الحرص والتزاما لخدمة وطنه وأهله، وبمعية أنجالنا الكرام الذين يتولون مسؤولياتهم بروح وطنية عالية ضمن فريق البحرين الواحد، ونحسبهم جميعا في تكاتفهم كالبنيان المرصوص بتمسكهم بشرف خدمة وطنهم والمحافظة على أمانته والذود عن مصالحه. وتحقيقا لتطلعاته أيده الله، يستمر العمل الجماعي الطموح من كل موقع، فهنا الجندي يحفظ أمن الوطن، والطبيب يعالج مرضاه، وهنا من يستثمر الإمكانيات الوطنية من أجل تحقيق الريادة إقليميا ودوليا، وهناك من يسعى من أجل مصلحة البحرين في المحافل الدولية، وهنا صوت الوطن وعين الحدث. اختلفت المهام والتحديات، ولكن فريق واحد وهدف واحد تقدم فيه البحرين على ما دونها، ويستمر العمل والطموح بقيادة قائد وبروح الفريق الواحد، فريق البحرين.